لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من الكورس English Grammar. إن شاء الله النهاردة هتبقى المحاضرة الثانية من Communication Skills. إن شاء الله هنبدأ دورة المحادثة بتاعتنا المحاضرة الثانية. Today إن شاء الله we will learn how to say hello and how to introduce yourself and how to introduce someone. Okay, let's start our lecture today. إن شاء الله بإذن الله هنعرف النهاردة إزاي أرحب بشخص وإزاي أقدم نفسي وإزاي أقدم شخص معايا لزملاء ليا. طبعا إحنا عارفين لما أكون بقابل صحابي الكلمة المعروفة عندنا هاي أو هلو، يبقى أنا when I meet my friend in the street or at work I will say hi or hello. بعد كده بجيب عبارة تانية زي how are you أو how are things، how are you or how are things، يبقى أنا بقول hi how are you or hi how are things، أو ممكن أقول hello how are you or hello how are things. okay، ده لما أبدأ أنا إيه بالتحية. طيب أنا هسمع إيه منه بقى؟ هو هيرد علي يقول لي إيه fine fine أو fine thanks fine thanks or I am fine thank you. يبقى لما أبدأ أحيي شخص بقول له إيه hi أو hello، وبعد كده بجيب عبارة how are you كيف حالك or how are things برضو معناها كيف حالك. الرد بقى بيكون fine fine or I am fine thank you. نشوف كده مثال، مثلا I meet my friend Susie at work، قابلت زميلة ليا اسمها سوزي في العمل، فبقول ايه hi Susie how are you hi Susie how are you. الرد بقى بيكون fine thanks and you، شكرا انا بخير وانت and you. برد بقول ايه yeah fine thanks تمام انا ايه بخير شكرا. ديت اول سلايد شو عندنا اللي هو ايه ترحيب بواحد صاحبي. اوكي تمام، في اي مشكله في الجزئيه ديت؟ تمام، يبقى هاي هاو ار يو اور هاي هاو ار ثينجز هلو هاو ار يو هلو هاو ار ثينجز. الرد بيكون فاين او فاين ثانكس او اي ام فاين ثانكس. اوكي طيب انا عندي بقى ايه فاين فاين fine thanks okay or okay thanks كلهم بمعنى واحد. يعني مثلا لو حد قال لي hello how are you انا برد بقى يا اما fine fine thanks okay okay thanks، كل دول بيدوا لي نفس المعنى. ممكن بقى اقول بطريقه بقى اكتر شياكه، ممكن اقول ايه I am very well thanks I am very well thanks I am very well thanks how are you very well thanks. ديت more informal more formal اكتر ايه رسمية. اوكي ممكن بقى ارد برد ايه اقل ايجابية، يعني مثلا اقول له not bad thanks ليست سيء شكرا، يعني انا ايه مش وحش الحمد لله شكرا. can't complain ما بشتكيش من حاجة can't complain، ده الرد بقى less positive أقل إيه إيجابية. طيب نشوف بعد كده الـ daily
or daytime formal situations. التحية أثناء أوقات معينة في النهار، مثلا فترة الصبح وبعد الظهر وفترة المساء. حاجات سهلة جدا. في فترة الصبح كده من الصباح لحد فترة كده مثلا لحد الساعة 11 بقول ايه؟ good morning good morning، بمعناها صباح الخير good morning. اوكي، من بعد الظهر بقى من الساعة 1 مثلا لحد الساعة 4 بقول ايه؟ good afternoon good afternoon. ديت for the afternoon until early evening. تمام، حوالي الساعة 6 أو 4 بقول إيه؟ good afternoon. فترة المساء ما بقول إيه؟ good evening good evening. طيب when you leave a person at the end of the evening when you go to bed، لما أكون بقى رايح أنام بقول إيه؟ good night good night، تصبح على خير good night. يبقى good morning الصباح good morning، good afternoon فترة بعد الظهر good afternoon، good evening فترة المساء، good night لما أكون رايح أنام اللي هي معناها تصبحوا على خير good night. أوكي، نشوف كده practice conversation عملي بين مات وسارة. اتقابلوا in the morning. مات، good morning good morning سارة، how are you؟ good، how are you مات؟ I'm fine thanks. هو الحوار بيدور ان هي قابلتها الصبح تقول لها ايه؟ good morning، صباح الخير سارة، how are you، كيف حالك؟ سارة good، بخير. How are you Matt؟ كيف حالك؟ I am fine thanks. I am fine thanks. Okay. قابلتها بقى فين؟ بالليل. Emily و Matt. Emily good night. Good night. Matt good night. Have a good evening. أتمنى لك سهرة إيه؟ سعيدة. Have a good evening. Emily, thank you. شكرا. You too. وأنت إيه؟ كذلك. أوكي؟ طيب، أنا بقى practically عايزين اتنين بعد إذنكم يكونوا عندهم مايك. ممكن يشاركوني. واحد هيبقى مثلا مات. واحد هتبقى إيه؟ سارة. اوكي استاذة منار. طب عايزين حد تاني مع الاستاذة منار؟ نبدأ. اوكي، انا بقى هبقى شخصية مات وحضرتك هتبقى شخصية سارة. اوكي انا هبدأ. اوكي good morning Sarah how are you good how are you Matt Oh, I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Okay. طيب المحادثة الثانية Emily. Okay. حضرتك هتبقي شخصية Emily وأنا شخصية Matt. Okay. Good night. Have a good evening. Thank you. شكرا أستاذ مي، ألف ألف شكر. شكرا على المشاركة. Okay. بشكر الأستاذ مي على المشاركة. نرجع لمحاضرتنا، نرجع للمحاضرة بتاعتنا بقى.
يبقى لما احيي شخص فترة الصباح بقول له ايه جود مورنينج، وبقول اسم الشخص جود مورنينج احمد، جود مورنينج سارة، ايا كان زميلي ده او صاحبي، وبقول له ايه هاو ار يو، وكيف حالك. اوكي الرد بقى بيكون ايه جود اور اي ام فاين، وبيقول لي نفس ايه العبارة هو ار يو. برد انا بقى ايه ام فاين ثانكس، ام فاين ثانكس. اوكي نشوف بقى. نيجي بقى الموضوع تاني النهاردة اللي هو introducing yourself، ازاي اقدم نفسي. اوكي ازاي اعرف نفسي باللي حواليا. بسيط جدا وسهلة جدا، يعني ايه انا مقلقش. اول حاجة اشيل حاجز الخوف واتكلم بثقة. انا بقى لما اجي اقدم نفسي معروفة بقول ايه I am، وبقول اسمي I am، بقول my first name or my first name plus surname، يا اما بقول اسمي يا اما بقول اسمي واسم العائلة، يعني مثلا احمد محمود I am احمد محمود. تمام I am احمد رفعت مثلا. اوكي او ممكن اقول my name is رفعت or my name is كمال كامل، بقول ايه اسمي. يبقى لما اجي اقدم نفسي بستخدم ايه I am وبقول اسمي، او my name is وبقول ايه اسمي. تمام in formal situations، نخلي بالنا بقى في الاستخدامات في المواقف اللي هي الرسمية give your first name and surname، ده اعطي اسمي الاول واسم العائلة surname. يعني ما اقولش مثلا I am احمد لناس ما اعرفهاش، انا بقول اسمي ايه بالكامل or I am كمال كامل الاسم ايه الثنائي. اما بقى in informal situations في المواقف الغير رسمية مع اصحابي مثلا، مع ناس انا اعرفهم معرفة ايه بسيطة، او مواقف مش رسمية يعني موقف عادي، بقول ايه my first name فقط اسمي الاول بس. تمام لو في اول مرة بقى بقدم نفسي لشخص، الشخص التاني ده هيرد عليا يقول ايه، يعني مثلا قلت له ايه I am كمال كامل لأول مرة يشوفني، هيرد عليا يقول لي إيه؟ pleased to meet you، pleased to meet you، أنا إيه سعيد بمقابلتك، سعيد إن أنا قابلتك، pleased to meet you. أو ممكن يقول لي nice to meet you، nice to meet you، or good to meet you، good to meet you، شيء جميل إن أنا إيه أقابلك. يبقى لما اجي اقدم نفسي كده كحوار مثلا بيني وبين شخص انا اول مره اقابله، هقول له ايه I am كمال كامل، pleased to meet you، nice to meet you، good to meet you. اوكي ده لما اجي اقدم نفسي. وايه اللي اسمعه لو الشخص ده انا اعرفه لاول مره او بقدم نفسي ايه لاول مره للشخص ده؟ اوكي في مشكلة في الصوت ولا ايه؟ اوكي تمام. نشوف كده حوار بسيط، حوار بين كلير وديف، وليكن هنبدأ كلير او ديف هيبدأ يقول لي هاي اي ام كلير. هو بقى اول مرة ديف ده او كلير اول مره يقابل شخص اسمه ديف. اوكي ماشي يا استاذ محمد. اوكي ماشي هقدم لك نفسي. اوكي الحاجات دي ان شاء الله بتنزل على اليوتيوب. ماشي يا استاذ محمد. حوار مثلا شخص رقم A عندي اسمه كلير ورقم B اسمه ديف. كلير بقى هيقول ايه هاي اي ام كلير، بليز تو ميت يو اي ام ديف. اوكي يبقى ده لاول مرة هو بيتقابله، هيقول له ايه هاي ام، وبيقول اسمه اي ام كلير اي ام احمد. تمام اي ام مستر ابو النجا،
Hi, I am Mr. Banaga. Pleased to meet you. I am Kamal. Okay. أو ممكن أقابله إيه الصبح. أوكي هقول له إيه جود مورنينج، أنا أول مرة أقابله. جود مورنينج، أي أم ديفيد جرين. أي أم ديفيد جرين. بليز تو ميت يو، أي أم جون هاريس. جود تو ميت يو. أوكي يبقى أنا لما أقابل شخص لأول مرة بقول له إيه هاي أي أم، أو اسمي هاي أي أم كمال مثلا. هو بقى بيرد عليا بيقول لي بليز تو ميت يو، انا سعيد ان انا قابلتك، وبيقول لي I am احمد مثلا. I am احمد. اوكي لو قابلته الصبح اقول له good morning I am، وبقول اسمي good morning I am Mr. كمال. pleased to meet you I am Mr. احمد. good to meet you. good to meet you. كده عرفت اقدم نفسي. يبقى لما اجي اقدم نفسي ناس انا لسه اول مرة اعرفها فعايز اعرفهم على نفسي هقول I am or my name is. هي I am هي اللي معروفة، يعني هي اللي منتشرة وسهلة. I am وبقول اسمي، or my name is وبقول اسمي. اوكي اوكي كده المايك اشتغل عند الاستاذة هند. السلام عليكم everyone. الهند سامعني؟ وعليكم السلام. اوكي ايوه السيرش استاذه هدى هتحب تشارك؟ اوكي انا سامعك استاذه هند كويس. طيب احنا عايزين حد كمان يشارك الاستاذه هند. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. استاذ ابو النجا معايا ولا استاذ احمد عزي؟ استاذ ابو النجا. اهلا وسهلا. طب ثواني بس اشوف الاستاذ احمد. اهلا بحضرتك. الاستاذ احمد ده مش عايز يشارك، قفل المايك. اوكي ممكن ندير الحوار بيني انا وحضرتك، تمام؟ تمام. انت بقى تعرفني بنفسك، يعني احنا هنشيل شخصية كلير وشخصية ديف. اوكي حضرتك هتبدأ. اوكي اتفضل ابدأ حضرتك. اوكي الحوار اللي هو كلير وديف. pleased to meet you I am Kamal. good morning. المحادثة التانية بقى pleased to meet you Mr. محمود. I am Kamal Kamal. Got to meet you. Okay, got to meet you. Thank you. شكرا يا استاذ محمود، الف شكر. شكرا على المشاركة. Thank you. Thank you. Okay، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعرف نفسنا والرد بيكون ايه. اوكي نشوف بقى السلايد اللي بعده. دلوقتي بقى انا عرفت اعرف نفسي. طب افرض معايا واحد صاحبي وعايز اعرفه على ناس انا اعرفهم. introducing other people اقدم ايه ناس تانية معايا. انا لما يكون معايا واحد صاحبي بقى بعرفه بقية أصحابي بقول إيه؟ This is وبقول اسمه. This is أحمد مثلا. This is أيمن. بقول اسمي إيه؟ صاحبي. ممكن give more information about it. أدي معلومات أكتر مين؟ عن الشخص اللي أنا بقدمه. بقول إيه؟ He is a friend of mine. This is أحمد. He is a friend of mine. ده أحمد. ده إيه؟ صديقي. أوكي؟ أو ممكن أقول إيه؟ He is a friend of my brother. ده صاحب اخويا. ماشي؟ يبقى اقول ايه؟ معلومات عن الشخص اللي انا ايه بقدمه. وبرضه بقول ايه؟ Hello. يعني لازم اقول في البداية ايه؟ Hi or hello. Hi, this is Ahmed. He is my friend of mine. Or he is a friend of mine. Okay, or he is a friend of my friend or my brother. Of my ايه؟ brother.
هي the college. The college يعني زميلي فين؟ في العمل. She is my cousin. Okay. وعندي ايه؟ معلومات؟ يبقى this is زائد ايه الاسم، اسم الشخص اللي انا ايه بقدمه، وبقول عنه بعض ايه المعلومات، بقول ده مين؟ ده احمد مثلا زميلي في الكلية، زميلي في المدرسة. تمام؟ نشوف كده مثال عملي. عندنا بقى A و B. John, this is Paul. انا دلوقتي معايا شخص اسمه بول وصاحبي التاني اسمه جون، عايز اقدم بول ده لجون، فبقول ايه؟ جون، this is Paul. He is a friend of mine. تمام؟ يبقى انا بقول لجون ايه؟ يا جون ده صاحبي مين؟ او هذا ايه؟ بول ده صاحبي. طيب بقى هيرد عليه يقول لي ايه؟ او هو هيكلمه يقول له ايه بقى؟ هاي بول، نايس تو ميت يو، مرحبا بك يا بول، انا سعيد، او ده شيء لطيف ان انا ايه قابلتك وكده، انه اول مره ايه يعرفه، انا بعرفه ايه بيه. اوكي، يبقى this is Paul. He is a friend of mine. Oh, hi Paul. Nice to meet you. Paul ده هيرد يقول ايه؟ هيرد عليا او على الشخص اللي انا بعرفه بيه ده، هيقول لي ايه؟ Good to meet you, John. Good to meet you, John. ايه؟ شيء جميل ان انا قابلتك. تمام؟ نشوف بقى ايه؟ محادثة كمان بين ديبورا وسالي. ديبورا وسالي. تمام؟ أنا الشخص ايه؟ هقول له مثلا This is Sally. This is Sally. She is my cousin. She is my cousin. Be hi Sally. Pleased to meet you. اهلا اهلا يا سالي، انا سعيد ان انا ايه قابلتك. سالي بقى هترد تقول ايه؟ Pleased to meet you too. Pleased to meet you too. اوكي، يبقى لما اقابل الشخص وعايز اعرفه بشخص تاني معايا بقول له ايه؟ This is، وبقول معلومات عنه. تمام؟ هو بقى هيرد يقول ايه للشخص اللي معايا اللي انا عرفته بيه؟ هيقول له Nice to meet you. Good to meet you. Pleased to meet you. كل دي عبارات بستخدمها لما اكون اول مره اقابل الشخص ده. Nice to meet you. Good to meet you. ماشي؟ Pleased to meet you. Pleased to meet you. اوكي؟ Sometimes people ask you for personal details such as name, address, and date of birth. بعض الناس كده بتسألني عن معلومات شخصية ليا أو تفاصيل شخصية، زي مثلا اسمي، عنواني، تاريخ ميلادي. إيه بقى أدوات الاستفهام اللي هيستخدموها؟ تمام؟ أو أنا هقول الأسئلة بالظبط اللي بتتقال في المواقف اللي زي كده، بس أعرف أدوات الاستفهام. أول حاجة هو. هو ديت بسأل عن الاسم، asks for name or person، بسأل عن شخص أو اسم شخص. whose ديت بتسأل عن the owner، مالك الشيء أو صاحب الشيء ده، الشيء ده بتاع مين بالظبط. why معناها لماذا، دي بتسأل عن السبب، asks for a reason، تسأل عن ايه سبب. where asks for a place، تسأل عن مكان. what asks about a thing or a concept، بسأل بيها عن شيء او عن فكرة. which اي بتسأل او بخير بيها، مثلا حاجة ايه اختياري، اي المواد تحب، مثلا which subject do you like، asks about a thing، تسأل عن شيء. when ومعناها متى، ودي تسأل عن ايه time، asks for a time. how كيف، ديت بنستخدمها لما اسأل عن حال، زي how are you asks about the way something happens، وبرضه بسأل بيها عن الطريقة ازاي ديت الحاجة دي حصلت، تسأل عن الكيفية.
اوكي. في برضو بعض الاسئله اللي هي هاو ماتش، هاو ماتش، ودي معناها كم الثمن لما نسال عن سعر حاجه، هاو ماتش. اوكي. وير الاتش سايلنت، وير، واي، وين، وات، ويتش، كل ديت الاتش سايلنت فيها. اوكي. ما فيش بقى هنا هو، بقول هو الدبليو هنا سايلنت، هو، هوز، هوز. تمام. نيجي بقى واي، واي هنا الاتش سايلنت، واي، وير، وير، وات، ويتش، ويتش، وين، وين. اما بقى هاو، هاو. اوكي. اوكي يا استاذ احمد. Thank you. How much قلنا معناها كم ثمن، تسأل عن سعر شيء. تمام. وبرضه معناها كم الكمية، لما أسأل عن الكمية بسأل عن الكمية. How many، how many، كم عدد، how many معناها كم العدد. اوكي. نيجي بقى how long، how long، how long بتسأل عن المسافة، كم المسافة أو كم طول المسافة. وبرضه بسأل بقى عن إيه؟ duration، ما طول المدة. how long. أوكي أستاذة سهيلة، ولو سمحتوا الدعم الفني نحط رابط تسجيل للكورس بعد إذنكم، يعني الدعم الفني. خلاص الدعم الفني هيحطه على التشات دلوقتي. how often، how often دي معناها كم مرة، to ask about frequency، تسأل عن ايه المرات، كم مرة. اوكي. ديت ادوات الاستفهام اللي انا ايه ممكن استخدمها وممكن اسمع. اوكي. طيب انا عايز اعرف ازاي اكون سؤال، واحنا اخدنا في الجرامر، الجرامر عشان كده انا ربطت الجرامر بالكونفرزيشن، محاضرات الجرامر ومعاها محاضرات المحادثة. لما يكون سؤال في الانجليش ببدأ بالquestion word، question word أداة الاستفهام أو كلمة الاستفهام اللي لو قلتهم في السلايد اللي فات، ودي بتبقى اوبشنال، اختيارية. يعني ممكن أقول سؤال من غير أداة استفهام، سؤال بمعنى هل. تمام. زي مثلا إيه، Is this your book؟ هل هذا كتابك؟ Is this your book؟ تمام. وممكن ابدا ايه بأداة استفهام زي whose book is this؟ whose book is this؟ Oh, is this your pen؟ تمام. هل هذا قلمك؟ وبعد كده بجيب ايه auxiliary do or does، بجيب بقى ايه verb to do او does، او ممكن verb to be لما بستخدمهم كأفعال مساعدة زي ما أخدنا do و does في زمن المضارع البسيط. أوكي. زمن المضارع البسيط، في محاضرة المضارع البسيط present simple. وبعد كده بجيب السبجكت، الفاعل، الفاعل. بعد كده إيه الverb، verb complement اللي هو بقى إيه السؤال. زي مثلا نشوف سؤال كده where، ادي اول حاجه question word، where do you live، where do you live، where do you live. تمام. نخلي بالنا لما بنطقها بسرعه بنطقها ايه، where do you live، where do you live، where do you live، مش بقول where do you live، لا where do you live، where do، where do you live. اوكي. السؤال التاني، What's your name؟ What's your name؟ مش what is your name؟ لا، what's your name؟ Where do you live؟ Where do you live؟ Where do you live؟ What's your name؟ What's your name؟ اوكي؟ هنا بقى مش بادئ بأداة استفهام، يبقى سؤال بمعنى هل؟ سؤال closed، يا إما بـ yes يا إما بـ no. بقول ايه
Do you like reading? Do you like reading? مش قولي do you like reading؟ لا. Do you like reading? Do you like reading? Okay. يبقى ايه؟ Where do you live? Where do you live? What's your name? What's your name? Do you like reading? Do you like reading? Okay. تمام؟ وفي حالة بقى لما يبقى بادئ بإيه؟ بفعل مساعد اللي هو auxiliary verb اللي هو ما بدأش بأداة استفهام، الإجابة عندي إجابة السؤال بتبقى بيس أور نو. زي مثلا Do you like reading? Do you like reading? Yes. Yes I do. Or no I don't. Okay. شوف الأسئلة اللي هي التيبيكال المعروفة. تمام؟ لما أجي أسأل شخص عن اسمه. أوكي؟ بقول إيه بقى؟ What's your name? What's your name? أوكي؟ يبقى سؤال أسأل شخص عن اسمه. بسأله ليه؟ What's your name? لما حد بقى يسألني قال لي what's your name؟ ما اسمك؟ هقول ايه بقى؟ give your first name then surname. اوكي؟ هقول بقى اسم الاول اسم التاني ليه؟ مثلا حد سألني قال لي what's your name؟ هقول له ايه؟ I am كمال كامل. تعود استاذة اسماء، انا متعود على كده. انا لو حضرتك لو مارست اللغة كده حاولت تقلدي هتعرفي تقولي، لو حاولت تقلدي كده هتعرفي ايه تقولي. بالنسبة لأسماء المصريين الاسم الأول هو اسمك انتي أستاذة حبيبة، والاسم السيرنيم اسم والدك والعائلة. تمام؟ هما بقى في البلاد الأجنبية الواحدة بقى بيندهوها باسم جوزها، يعني هي مثلا اسمها جاكلين وجوزها اسمه ايه؟ ديفيد مثلا، هما بيقولوا ايه؟ مدام ديفيد او مدام جاكلين ديفيد، بيقولوها باسم ايه؟ جوزها. عندنا في مصر ايه؟ اسمي واسم الوالد. اوكي؟ او بيقولوا مسز ديفيد، مدام ديفيد. اوكي؟ التعود بقى ايه؟ هتتعلمي. هذه عظمة الاسلام. الحمد لله الحمد لله، فعلا الإسلام دين عظيم. شكرا يا أستاذ أحمد. أوكي؟ يبقى أقول إيه؟ What's your name؟ فتعود ده إيه؟ أنطق بسرعة. What's your name؟ My name is كمال كامل. My name is. What's your name؟ My name is Susan Harris. Or I am Susan Harris. أوكي؟ طيب أنا بقى بالنسبة للإسم، انا عايز اقول له اسمك انت بالتحديد، اسمك انت. What's your first name? What's your first name? ما هو اسمك الاول؟ احنا قلنا هنا فوق سوزان هاريز، هي اسم الاول بس ايه؟ سوزان، اسمها هي بس سوزان. What's your first name? What's your first name? سوزان. طيب الاسم التاني. What's your surname? What's your surname? Or what's your family name? Or what's your second name? يبقى عندي ال surname اسم العائلة، family name or second name، التلاتة بمعنى واحد. تمام؟ بتقول بقى ايه؟ هاريز اللي هو اسم ايه؟ الوالد. اوكي. طب نشوف كده بقى. When afar you can often see abbreviations before your surname. تمام؟ يعني احنا في الاستمارات او الاشياء المكتوبة بنلاقي اختصارات كده في الغالب، يعني ايه؟ في ناس ما بتبقاش عارفة معناها ايه. الاختصارات abbreviations، زي مثلا MR. MR دي اختصار كلمة مستر. مستر استاذ فلان. مستر ديت فور امان اللي هو راجل. مستر احمد، مستر ايمن. اوكي؟ اما بقى ايه؟
ام ار اس او ام اي اس اس او ام اس ديت ايه اختصارات ليه اختصارات يعني ايه ليه احنا مثلا عندنا بنكتب استاذ ما بنكتبش استاذ فلان استاذ كامل لا بنكتب الف ماشي نقطه زي الاختصارات عندنا كده دكتور مثلا بنكتب حرف الدال ده الاختصارات اوكي اوكي استاذ اسماء اه بالظبط كده زي كده بالظبط تمام شكرا يا استاذ احمد شكرا فدي الاختصارات اللي بقى بلاقيها ايه مكتوبة عندهم اوكي عندي بقى ام ار اس ام اي اس اس ام اس دي كلها ايه فور ويمن للسيدة اه زي مدام عندي بقى دي دي بقى اقول ايه مس مس ماشي اه مسز فلان مسز احمد يعني ايه مش معناها مدام مدام مرات احمد او مرات الاستاذ احمد هم بيقولوها كده تمام احنا هنا بنقول ايه مسز اماني مثلا مدام اماني اوكي هم بقى الانجليز او الامريكان بيقولوا ايه اللوج بعدها مسز ديفيد مثلا مدام ديفيد مرات الاستاذ ايه ديفيد او مدام السيد ديفيد شوز يو ار ماريد ده بالنسبه لايه المتزوجين مسز فلان مسرة مس شوز يو ار سنجل ده بالنسبه بقى لايه العزاب ايه معناها الانسه مس هاله الانسه ايه هاله تمام يبقى ام اي اس اس ديت ايه شوز يو ار سنجل بتبين اللي هي ايه مش متجوزه سنجل تمام لسه انسه ام اس بقى او بشوفها فين الام اس دي if you prefer not to show your marital status ده انا مش عارف مش عايز مثلا ابين ايه حالتي الاجتماعيه سواء متزوجه او لا فبقول ايه ام اس اللي هي مس بكتبها ام اس بس تمام ده في حاله ايه ان انا مش عايز ايه ابين الحاله الاجتماعيه بتاعتي تمام ده بالنسبه لمين للفيميل بالنسبه بقى للسيدات زي ما قلنا ام اس اللي الرجاله بقى تمام بنقول ايه مستر مستر احمد مثلا مستر احمد الاستاذ ايه احمد تمام مستر كمال مستر ايمن ده في حاله ان انا مش عايز ابين ان انا ايه متزوج كام اهل في بقى اختصارات تانية زي دي ار دي ار دكتور دكتور بي اي تو شو ذا بيرسون از ا ميديكال دكتور اور هاز ا بي اتش دي بين اللي هو ايه دكتور طبيب يعني او دكتور في الجامعه في تخصص معين السلايد ان شاء الله انا هرفعها على الجروب اه هنرفع عليها مكان كده الاستاذ احمد خليل اللي هو متخصص في الدعم الفني فبعتها له وهحطها في المكان الخاص بالكوميونيكيشن سكيلز اوكي العفو تحت امر حضرتك اه الاستاذ احمد خليل معانا تمام تمام كده سؤال كمان What's your date of birth? What's your date of birth? ما تاريخ ميلادك؟ لما بسأل واحد عن تاريخ ميلاده بقول له إيه؟ What's your date of birth? What's your date of birth? ما هو تاريخ ميلادك؟ هرد بقى أقول إيه It's إنه وبقول بقى day اليوم month الشهر وبعد كده year سنة هقول مثلا إيه؟ واحد قال لي What's your date of birth? أقول له it is the second of July في الثاني من يوليو 1980 1980 نخلي بالنا في الجنيه اقراها يعني مثلا عندي 1980 اقراها ازاي؟ هقراها 19 80 19 80 اهو 1980 1980 1970 1980
تمام. لما اجي اقرا التاريخ بقراه على جزئين، 1900 بقراها 19، 80 اقراها 80 1980. اوكي. او في سؤال تاني بقى، لسؤال عن تاريخ الميلاد اللي هو where were you born، when were you born، when were you born، متى ولدت، when were you born. اوكي. هرد بقى اقول ايه، on the second، on the second of July 1980. يبقى عندي what's your date of birth، what's your date of birth، او when were you born، when were you born. طيب في طريقه لكتابه التاريخ، ممكن اكتب التاريخ اهو زي كده 2 July 1980 2 July 1980 تمام، or July بعد كده اكتب ايه اليوم July 2 1980 تمام. لكن لو هستخدم بقى ال ordinal numbers اللي هي الاعداد الترتيبيه، ازول الاول الثاني الرابع الخامس من يوليو مثلا، عند الاعداد الترتيبيه لو عايز اقول ده الواحد يوليو بقول الاول من يوليو مثلا، هقول ايه the first. الثاني بقى the second. The third. The fourth. The fifth. The fifth. The sixth. The sixth. The seventh. The seventh. تمانية. The eighth. The eighth. The ninth. The ninth. The tenth. إلى آخره. تمام. The eleventh. The eleventh. The twelfth. عشرين بقى. The twentieth. The twentieth. طيب لو بقى عايز أقول 21 هقول إيه؟ The 21st. The 21st. 22 The 22nd. 23 تمام. 23rd تمام. 30 بقول 30. اوكي. او ممكن اقول The 2nd of July. The 2nd of July. الثاني من يوليو 1980. Or July 2nd. July 2nd 1980. اوكي. ده بالنسبة لطريقة الطريقة اللي انا بقول بيها ايه التاريخ. تمام. كل ده اي واحد من دول اللي قلناهم صح. في اسئلة تانية زي مثلا ايه، What's your marital status. marital status الحالة الاجتماعية، marital status الحالة الاجتماعية سواء اعزب او متزوج. بسأله بقول له ايه حالتك الاجتماعية، انت متجوز ولا اعزب. او في طريقة تانية، Are you married. هل انت متزوج، هل انت ايه متزوج. يبقى What's your marital status. Are you married. تمام. اي واحد من دول صح. طيب انا بقى عايز ارد عليها اقول ايه، I am married، يعني انا ايه متزوج. او ممكن اقول I am single. تمام. I am single. Divorced يعني ايه، مطلق. Widowed يعني ارمل او ارملة. Widowed ارمل او ارملة. طيب ده بالنسبة للحالة الاجتماعية، what's your marital status.
Are you married? طيب سؤال بقى عن العنوان. العنوان بقى What's your address? What's your address? تمام؟ What's your address? أو Where do you live? Where do you live? Where do you live? تمام؟ في العنوان بقى بقول إيه؟ بستخدم حاجات كده أو في الخطابات الرسمية. يعني الكلام ده بيبقى في الخطابات الرسمية. أما بقى لو سؤال شفهي بقول إيه؟ أو I live in بقول المدينة مثلا What's your address؟ السؤال ده تسأل إيه أنا مثلا أقول إيه؟ I live in Cairo. I live in Cairo. ماشي؟ أحمد ورابي ستريت. تمام؟ أما بقى في الخطابات الرسمية بقى give the full address. بدي العنوان إيه؟ بالكامل. Name of the house. اسم البيت. If there is one. Name of the house. اسم إيه؟ البيت. لو كان له اسم مثلا. Street number. And name. رقم الشارع واسمه. Town or city. المدينة. تمام؟ County and post code. رقم البريدي للمكان. الرقم البريدي للمكان. Country الدولة. ده في حالة لو هكتب في خطاب رسمي لازم اكتب العنوان بالكامل. على سبيل المثال Rose Cottage 20 London Road Street Albans شارع Albans Hertz AL 92R S England. ده عنوان في انجلترا. تمام؟ اتفضل حضرتك استاذ طاهر. تمام؟ واحنا كده خلاص احنا يعتبر خلصنا المحاضرة. اوكي؟ عرفنا كده السؤال عن العنوان والإجابة. بكده تكون محاضرتنا انتهت. بشكركم، يا رب ما اكونش تقلت عليكم، ويا رب نكون استفدنا. ربنا يبارك فيكي يا استاذه هبه. شكرا. ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب لو في اي سؤال، اي سؤال قبل ما اقفل، اي سؤال. ربنا يبارك فيكم. شكرا. هو عندنا محاضرات الكونفرزيشن، المحادثة بتبقى يوم السبت الساعة 9. بتبقى يوم السبت الساعة 9. وعندي يوم الثلاث ويوم الأربع بيبقى فيه جرامر، بيبقى فيه محاضرات قواعد. تمام؟ احنا بنتعلم القواعد وبعد كده ازاي نطبقها في محاضرة المحادثة. اوكي؟ الاثنين بيبقى فيه فيديو وترفع الملفات المكتوبة. لا، محاضرة الكونفرزيشن ما بيبقاش ليها واجب، القواعد هي اللي بيبقى ليها واجب الجامعة. تمام؟ ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح. شكرا. هو التسجيل للشهادات بيبقى مع الأستاذ محمد عبد الرحمن المسؤول عن الأكاديمية. يا ربنا يبارك فيك جميعا. اوكي خلاص. اوكي انا الترجمه. ماشي. اوكي الترجمه انا هبلغ الاكاديميه النهارده ان شاء الله. ممكن نبدا الاسبوع ده باذن الله. هيبقى يا اما يوم الجمعه اللي جايه. يوم الجمعه اللي جايه هيبقى الساعه 11 كده الميعاد ان شاء الله. بس هشوف مواعيدي و الأكاديمية برضو. أوكي ماشي يا أستاذة مي. ترجمتي لو مش هنقدم إن شاء الله كورس ترانسليشن، هذا كورس مبتدئين، هنبدأ الترجمة من الزيرو بإذن الله. ده احتمال ما بقى يبقى الساعة 11، يعني ممكن يكون الميعاد غير كده، ويوم الجمعة ممكن يكون يوم الأحد. الميعاد بري ان شاء الله. ايوه، لان انا بربط كل القواعد مع المحادثه ومعهم الترجمه. تمام؟ بحيث ان احنا نتعلم ازاي
الجمل بتتكون وهنعمل في الكونفرزيشن. عارف صح بشرب بالليل؟ لا عشان مواعيد انا. طيب طب انا هحاول اخليه برد ان شاء الله. 11 كويس عندكم، وهيبقى الساعة 12. هو محاضرة المحادثة مع القواعد، ممكن تنزلوا بس رابط التسجيل معلش عشان ناس كتيرة بتسألني ازاي اسجل. انا بصراحة ما اعرفش ايه ده، شغل الدعم الفني. ربنا يبارك فيكم، شكرا، اشكركم جميعا، استأذنكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، السلام عليكم.